أصدقائي أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين لكم حلقة جديدة طبعا من برنامجكم وبرنامجي المفضل، برنامج تحليل النغمات مع عمك البات أحمد نادر على موقع في الفن، الموقع الفني الكبير والعظيم. والنهاردة عاملين لكم حلقة جديدة وحلقة قيمة وقامة. والنهاردة إحنا مش محللين أغنية ولا محللين ألبوم، لكن إحنا عاملين حلقة للصناع الصغيرين، للملحنين اللي لسه بيبدأوا، أو حتى الملحنين اللي هم اسمهم وعايزين يظبطوا دنيتهم، للفي او تالنتس اللي عايزين يشتغلوا من البيت أو عايزين يعملوا حاجة صغيرة. وفي الحلقة دي هنشرح لك ازاي تعمل هوم ستوديو، أو ازاي تطلع الصوت من غير ما تضطر تتكلف تكلفة كبيرة جدا عشان تعمل استوديو تسجل فيه الصوت. كيف تصنع استوديو، او ازاي تسجل صوت من غير ما يبقى عندك مشكلة، او ما يطلعش معاك اصوات خارجية، او تقدر ان انت تطلع الصوت يطلع الصوت كأنه معزول وبأمانة ويكون لطيف جدا. ده متوقف على حاجات كتيرة جدا، منها البادجت ثم البادجت ثم البادجت. انت معاك فلوس قد ايه، معاك مساحة قد ايه، ايه نوع الشيء اللي انت بتعمله، فبالتالي انت محتاج له ايه. يعني مثلا ولنفرض ان انا ملحن، الملحن ده بيسمع بس الحان كده جايدز على الجيتار علشان اسمع بيها مطربين، او علشان حتى اوديها للموزع اللي هيشتغل. فانت مش مضطر تعمل عزل كامل، مش مضطر تعمل الفول ايزوليشن، او ان انت تخلي موضوع بقى متكلف والكلام ده كله، لان الموضوع ليه تقنية هتكون مكلفة شوية. لو انا في او تالنت او فويس اوفر او معلق صوتي بسجل في البيت وببعت مثلا لويب سايتس بره، او بسجل علشان صعب ان انا اروح استوديوز، او مش عايز اتكلف بان انا ادفع فلوس ساعه استوديو لان بعض الاستوديوهات بتكون غاليه، فاعمل ايه؟ فانا لو معيش بادجت بعمل حاجه اسمها اوديو بانلز. الاوديو بانلز دي او الاكوستيك بانلز دي بتكسر الريفليكشن بتاع الصوت. طبعا خلينا متفقين ان الصوت احنا بنعزله بماده اسمها الصوف الصخري. الصوف الصخري دي بتبقى عباره عن بلكتات كده، بيبقى زي باك فيها حوالي 7 بلتات، كل واحده حوالي 60 في 120، وكثافتها بتختلف من 70 لحد 100. انت بتاخدها وبتعمل بيها بانلز، بتعمل بيها زي الواح. الالواح دي بتبقى خشب وبتتحط جواها وبيتقفل عليها بقماش، وبتحطها بزوايا معينه في الاوضه بحيث ان هي تموت صدى الصوت اللي موجود. بتعزل الصوت؟ لا، هي ما بتعزلش الصوت. يعني لو في صوت خارجي هيطلع، لو في صوت في اوضه جنبك هيطلع، الا بقى لو انت يعني بعيد عن المؤثرات او الاصوات الخارجيه، صوت شارع الكلام ده كله. فدي تبقى لطيفه لو انت بس مش عايز يطلع الصوت كانك في حمام. بتعمل الاكوستيك بانلز، في ناس متخصصه بتعملها، بتتحط بزوايا معينه. ده جزء من الحاجات اللي ممكن تموت لك صدى الصوت، واللي ممكن تخليك تطلع صوت ينفع ان هو يستخدم سواء كفويس اوفر لو هتسجل في البيت، او كهوم ستوديو لو هتعمل الحان لطيفه او تسجل جايدات. الحاجة التانية هو الأكوستيك فوم، اللي هو بيتقال عليه يعني بالبلدي كده السونيكس. هي بتبقى حاجة سفنج شبه كراتين البيض، بس هي من السفنج، هي مش كراتين بيض، وهي مصممة بشكل معين علشان تكسر الصوت، تكسر الارتدادات بتاعة الصوت. أنا ممكن حتى أكون موزع بروفيشنال، بس أنا ما عنديش استوديو، أنا عندي أوضة عايز أسمع فيها صح، فبحط الأكوستيك فوم ده أو الأكوستيك اللي هو السونيكس، يعني بحطها بشكل معين علشان برضو تكسر الارتدادات الصوت، فبالتالي تسمعني صح الشيء اللي أنا بعمله. لو عايز أعمل بقى استوديو بشكل احترافي، فهو الموضوع هياخد منك شوية حاجات. أولا هو الموضوع هيتكلف، ولكن هو بيختلف يعني على حسب المساحة. المساحة هي اللي بتحدد أنت الموضوع هيكلفك قد إيه. أنت هتحتاج كاستوديو التقنية، انك هو الصوت بيوصل ازاي؟ الصوت بيوصل عن طريق الاهتزاز. فاحنا لو ده وده لازقين في بعض، وفي صوت جه من هنا ودول لازقين في بعض، فطبيعي ان هيحصل فايبريشن او هيحصل يعني اهتزازات هتخلي الصوت يوصل من نقطة ألف لنقطة ب. طبعا انا بس عشان ابسط. فهي نفس الفكرة، ان لو الحاجة لازقة على الحيطة والصوت من بره الحيطة، فالاهتزازات دي ممكن تعدي. فهي الفكرة ان احنا بالبلدي كده بنعمل اوضة جوه الاوضة، بنعمل صندوق جوه الاوضه، صندوق معزول، بان انا ببعد عن الاوضه بضع سنتيمترات عن الحيطه وليكن مثلا 10 سنتي، وببدا ابني حطين بسقف. السقف ده بيكون نازل عن السقف بتاع الاوضه، وببني كمان ارض. الارض دي بتتثبت بماده اسمها ارموفليكس، ماده كده زي الكاوتش، وبعمل حاجه اسمها مراين خشب. ببدا اقسم الارض
وبحط فيها صوف صخري، وبعدين كل ده بيتكسي يا اما بجبسون بورد اللي هو الجبس، يا اما بام دي اف خشب، علشان ابقى انا بنيت اوضه جوه الاوضه معزوله تماما عن المحيط الخارجي بتاع الاوضه نفسها الاصليه اللي مبنيه. بعد ما بعمل الموضوع ده بنبدا بقى نجيب البانوهات الخشب، او بنبدا نقسم في الحيطه برضو قبل ما نعمل، يعني الاول في الحيطتين بنعمل مربعات من الخشب المتفرغ بنحط جواه الصوف الصخري اللي هي الماده اللي بقول لكم ان احنا بنعزل بيها، بنحطه كده وبنقفل عليه بالام دي اف. بالمناسبه الصوف الصخري ده لازم يكون حد متخصص اللي بيشتغل بيه، لان هو لا قدر الله بيجيب امراض جلديه وممكن يجيب سرطان، يعني لو اتعاملت معاه بايدك بس كده ممكن تعيا، فلازم يا اما تلبس جوانتي يا اما يكون حد متخصص عارف كويس قوي بيتعامل معاه ازاي. بنجيب الصوف الصخري بنبدا نحطه جوه ملايين الخشب زي ما قلنا اللي متقسمه مربعات، وبيتقفل عليهم بام دي اف او بجبس. فاحنا كده بنينا اوضه جوه الاوضه، وبعد كده بنبدا نفصل بانوهات، بانوه كده برواز خشب بيتشد عليه قماش وبيتحط فوق الام دي اف. طبعا بقى القماش جودته وشكله والوانه والكلام ده كله ده بناء على ذوقك الشخصي، مش هيأثر بشكل كبير في العزل، ولكن هو بس ميزته ان هو يكون عامل حليه لطيفه، شكل لطيف، وفي نفس الوقت يعني بيقفل لك بقى الاوضه كلها. طيب هنيجي لتفصيله ثانيه، انا دلوقتي عملت الاستوديو، الاستوديو ده انا هسجل في نفس الاوضه اللي انا فيها ولا في اوضه ثانيه؟ هنا بقى يعني الاستوديوهات الطبيعيه بتعمل حاجه اسمها كنترول روم وبلاي روم، الاستوديو بيبقى مقسوم اتنين. الكنترول روم ده اللي بيقعد فيه مهندس الصوت، ده اللي هو بيتحكم فيها، اللي فيها الكمبيوتر، فيها كارت الصوت، فيها الكلام ده. البلاي روم هي اللي بيبقى فيها التالنت، او فيها الشخص اللي هيسجل صوته، هيسجل جيتار، وات ايفر. في طريقتين ان انا تبقى الاوضه دي هنا والاوضه دي هنا، بيبقى بينهم ازاز، الازاز ده بيكون من السكريت، وده اللي هو الازاز المضاد للرصاص، يعني ازاز طبعا يعني سميك جدا، بنحط اتنين او تلاتة وسط الاتنين دول، بيبقى في يعني الهواء كانه متفرغ بين هنا وبين هنا عشان الصوت ما يعديش بين هنا وهنا، وبيبقى مقفول عليه كويس قوي علشان الصوت ما يعديش من هنا لهنا، وبيبقى التواصل من خلال حاجه اسمها توك باك، يا اما بيكون مايك يا اما بيكون جهاز كده اللي هو اسمه استوديو كنترول، بيبقى فيه زرار اسمه توك باك بدوس عليه التالنت بيسمعني في الهيدفون، او ممكن كمان في كارت الصوت نفسه ساعات بيبقى فيه زرار بدوس عليه بيسمعني الطرف الاخر في الهيدفون. وانا بعمل الازاز اللي بين الاوضتين بحط ماده اسمها سيليكا جيل. السيليكا جيل دي ماده عارفين كده النفتالين اللي هو بيتحط وسط الهدوم، هو حاجه زيه كده، هي بتتحط علشان تمنع ان الازاز يشبر، الازاز بين الاوضتين يشبر. فالمفروض ان السيليكا جيل ده بيتحط علشان الكنترول روم والبلاي روم يشوفوا بعض. في ناس تانية بتعمل حاجه تانية، ان هي بتحط كاميرا هنا وكاميرا هنا وشاشه، بحيث ان انا ابقى شايف الشخص ده في الكاميرا وهو بقى شايفني في الكاميرا، لان ممكن البلاي روم تبقى مثلا في اخر الشقه، فتبقى الكنترول روم هنا والبلاي روم في الاخر، طب هو هيشوفني ازاي او هنتواصل مع بعض بصريا ازاي؟ فبيبقى من خلال شاشه ومن خلال كاميرا. ساعات بيبقى التسجيل في نفس اوضه الكنترول روم، وطبعا في الحاله دي احنا هنقفل السماعات وهنسمع انا بالهيدفون كمهندس صوت، والفي او تالنت او المطرب او الجيتاريست اللي هيسجل هيبقى لابس هيدفون، بحيث ان ما يحصلش راجع او المايك ما يلقطش الصوت بتاع السماعات اللي موجوده في نفس الاوضه. ده ملخص ان انت ازاي تحصل على يعني هنقول انفايرومنت او بيئه شبه معزوله او بيئه معالجه صوتيا. ده بناء على انت عايز تعمل ايه، وبناء على انت معاك كام. هل انا عايز الشغل يكون احترافي بشكل كبير؟ هل انا مجرد عايز اسمع لحن حد يسمعه؟ هل انا عايز اسجل فويس اوفر في اوضه هاديه من غير ما يبقى فيه ارتداد في الصوت؟ مع التطور بتاع المايكات ومع التطور بتاع كروت الصوت ومع التطور بتاع كل حاجه بقت الحاجات اسهل، بقت انت ممكن تاخد التيك على الموبايل ويطلع صوته كويس. كمان بقى في تكنولوجيز جديده، يعني مثلا شركه ادوب عامله حاجه جديده كده اسمها بودكاست انهانسر، ادوب بودكاست انهانسر ده ويب سايت بتحط عليه الصوت بالذكاء الاصطناعي بيشيل لك اي باك جراوند نويز، بيشيل لك اي حاجه وراك، سواء بقى صدى صوت، سواء صوت زنه، سواء صوت ناس بتتكلم حواليك، الكلام ده كله بيقدر ان هو يموتهولك. فهو مع التقدم انت مش مضطر تدفع نفس المبالغ الطائله اللي كنت بتدفعها قبل كده. فشوف انت محتاج ايه ومعاك كام، وهات الفلوس دي وانا اشغلها لك وهنتصرف مع بعض. سلام عليكم.